عبقري كلفني بمهمة سرية، جبت العيد قدام الأعداء وكنت تسببت بمقتلنا كلنا، كمان عملت نظام فرز أو ممكن نسموه تحويل سريع، طورت الكهرباء والمي بالمزرعة، وكنت رح ارتكب جريمة بعبقري، وبالأخير صار عندنا مزرعة أسطورية، تابعوا لتستمتعوا بالتفاصيل. مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية، أنتوا وأهلكم وأحبابكم وكلياتكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة أسطورية نارية من راس. تابعوا معنا حلقة اليوم لأنه عن جد رح تنبسطوا فيها كثير. يا جماعة الخير، شوفوا الواحد بينام بيقعد بيلاقي حاله مسروق، طلعوا بي إم، شفطني كل شيء. ليكو ما ترك علي شيء. غيران، آه منك يا بي إم آه. خلوني أفرجيكم يا جماعة شو اللي يساووه الشباب. وأنا تركت ما تميت باللعبة، طلعت لأني فرطت من كثرة التسجيل، الشباب حشاشين مو طبيعيين. هاي هون تبعية الكهرباء، ما كهرباء ما غيروا شيء الشباب فيها. الخبر السيء أصدقائي إنه ماتوا شوي من شو اسمه؟ من الأحصنة. ليش ماتوا؟ ما عم يلحق لهم أكل الشباب. يعني طلعت هاي المزرعة شغلتها كتير بدها شغل، وبدها كتير حدا يعتني بالأحصنة يقضيها، بس عم يجيب لهم أكل وما عم يلحق يجيب الأكل، فالشباب قرروا بغيابي طبعاً إنه يساووا مزرعة يزرعوا فيها الأكل مشان يطعموا فيها الأحصنة. خلينا نشوف المزرعة اللي بدنا نسويها. شوفوا أصدقائي ما أحلى هالمزرعة، والله أسطورية. شو أنا حاج؟ شو حاطين بقلبها؟ حاطين بقلبها المربعات اللي راح تزرع فيهم، تمام؟ إحنا جهزناها حطينا على مضخات. عاملين المزرعة يا جماعة، والله أسطورية. هدول بالسقف مرشات المي؟ إيه هدول مرشات مي. في هدول الكهرباء، شو هدول الكهرباء؟ هدول تبعوت المي هدول؟ ما أحلاهم. هدول ميتورات المي مثل كنا نركبهم ببيوتنا. ايه ميتور المي هذا اللي كان يتفش المي لفوق، اذا كان ساكن انت ببناية عالية بيتفش المي لفوق. طبعا رح نرجع لموضوع تمديد الكهرباء، بس هلا خلونا نشارك بفعالية البسكوت. يلا يا شباب منطلقين لنشوف الفعالية اللي عملوها بالتحديث الجديد، عملوا بيت البسكوتة، رايحين نكسر البسكوت. هن بوتات على شكل بسكوت. يلا يا شباب الحقونا، وهون لازم يكون البيت بتذكروا. يلا يا عبقري ما رح نستناك، رح فوتنا نقرمشون قرمشة للبسكوتات. العالم براس السنة بيحتفلوا براس السنة ومعلم والبسكوت، نحن بنروح بنمسك ايكيات وبندخل ونبلش نكسر فيهم. ليكو بيت البسكوت شفتوه ليكو واو، والله اسطوري، والله لنفوت يا شباب، والله لنشبع، والله لنشبع اكل. يلا عبقري خلينا نفرجي الشباب، خلينا نفرجي المتابعين البسكوت من برا البيت البسكوت كيف شكله. ليكم احلى، والله العظيم بشهي يا زين، بالاخص الواحد لما يكون جوعان. اوه في دب في دب، لك الدب راقد هوني دب ما ياكله. يلا جاهزين يا شباب، يلا عبقري. ايه يا شباب عم يضربني بالتلج. جاهزين؟ يلا جاهزين، اقتحموا فوتوا. بسم الله يلا. شوف لكري، انتبهوا لكري اتش بسكوت يا زلمه، بدي اكل بالحيط بعد هيك. اكل بسكوت الحي، بسكوت عم يتحرك. عمي البسكوتة ما عم تموت، كل بسكوتة فرطة عبقري. اسمع هذا البسكوت طلع لعيب. انتبه بي ام يا زلمة، شو عم تساوي؟ روح، ما بعرف بسكوت. انا وين؟ انا ما بعرف اصلا، انا لك ليك قدامي، لك هون قدامنا انت، تعال. بسكوت عم يتحرك. اوه معلوت، حلو هدايا. شو معلوت معلم؟ والله عاش، بس تقول ابو كلب معهم هدية، بس شو بقلب الهدية؟ ما بعرف. بتنفتح، شقيتها ليك، انا ليك شقيتها. تاو ما بعرف شو طلع لي من قلبها. اوعف يا شباب، شوفوا شو معه، صاير معه صاير. تعال شوف شو معه لوت. اوه حلو لوتو هذا. بسكوت ثواني. انتوا حافظين هي المتاهة ولا لا؟ لا. انتبه عبقري، قدامك واحد فرط. ترى والله بياكلوا قتل كثير هالشياعين. في بسكوت هي الهديه، شو عم نسوي فيها؟ هلوتناها، طلعت لي بسكوت تبع بابا نويل. ريت تبعت بابا نويل، هدايا جمعون تدمجوهم بعدين. ريت تبعت بابا نويل يا شباب، سنو بول حتج صغير. يا سلام يا عبقري، ليك شو معي عبقري، اضرب دقيقه. هدرع الوجه تبعيتي، لا تفرط فيه. دقيقه اعطيني ما بدي هذا، صار لي لك هذا سرقته. لك يا اخي هذا سارق، وانا اعطيني اياه يا اخي. مسك ترى هيدرا وجهه، مسك. والله زعلني عليه. لا هذا سارق، هذا له ذكرى عندي.
ذكرى يا حرامية سري الدروع. وينو بي ام؟ بي ام يا معود لا ياكلوك البسكوتات. لكي هون فتالي لهون لهون تعال لهون لهون. يلا شباب نكمل قتل البسكوت. تعال تعال حبيبي تعال هون هون. فرط اللي بده طبيات معي طبيات لبكرة الصبح. نعم فرن هذا. اوه اوه ايه 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 نعم بش علي. هذا هاجم بالعصاية. هذا فرد فرد تلج فرد تلج. هدية ليكو ليكو هدية في هدية عم تنور تعال تفرج. ليك ليك على الفرد اللي طلع لي. اه ما بيقوس. هنشو قصتي انا والفرود دائما خلصان الرصاص تبعيته. بيقوس بيقوس. يعني هلا ماشيين بقلب الكيكة كأنه. ليكو الهدية تعو تعو. او ماي جاد شو هاي؟ اوبن. اوه لك ايش بقلب قصص؟ لك زي ما عبقري شفاط اللوت. شفاط اللوت عبقري. شوفي. في هديتين لازم. او ثلاثة. يا زلمة والله مشكلة أنا جوعان مشكلة أنا جوعان يا شباب غلط فوت لهون وأنا جوعان غلط. الهدايا الهدايا ما تفتحون آخر شيء منشوف قديش جمعنا هدايا مندمج اللي بيندمج ونشوف شو بيطلع بالأخير. والله معلم هذا الحكي كان لازم تحكي عن بيت خالتك أوليته مو هلا بتعرف مش حال سرقت قبل ما يصير عبقري مشاعاته. خالصين ولا لسه في؟ والله ما عدنا لقينا حدا. لازم خالصين كأنه تعالوا تعالوا المزرعة تعالوا نجيب على الهدايا ونظبط الامور. هذا فرد الثلج بيطفي النار ولا شو؟ ايه طبعا معلم بيطفي النار. اوه ليك رشاش. بالله حدا يضربني فيه. ثواني بيروح الدم. بيروح الدم وبيبطئ، هو الميزه تبعيته انه بيبطئ اللعب. انا معي منه بس ما عندي الهي. اوه ليك شو مضرب منه. تعال خذ هي طلع. كانه هذا كانه الجرينيد الجرينيد لانشر. عم اتدمج انا ضربني اخ اعطاني هيد شوت. مين بده يجربه؟ عبقري عبقري عبقري. نعم لو خلاص خلاص حاج خلاص اوكي خلاص. والله اسطوري والله اسطوري يا شباب. الهدايا بالله زدت الهدايا حطهم هون حط لا لا الهدايا بس بس الهدايا معي تنتين. طيب خليني ادمج هدول دمجناهم. ليكو على الدبدوب شو كيوت. الحسا الحسا شلون بالحسا شباب ليكو تعالوا زين المزرعه تبعنا والله عم بحكي عن جد تعالوا زين. حبت اللحس اسمع اسمع الصوت اسمع اسمع لحسته لحسني لحسني ايه ايه والله لحسوني يا شباب لحسوني على صوتي. ليك شوف شوف هذا شوف ال شوف الجرابة هاي هاي الجراب هذا تحطه هون هيك بيجي هذا ليش اسمه لك ليك فينا نحط بقلبه قصص. ايه أصدقائي نحط هذا وين نحطه حطه عشي حصان ما مشي حال حتى طبعا الأكل ما مشي حال بدي حطه هون ولو كان آسف حطيتك بالأرض يا دبدوبي دبدوبي القمر. 2 hours later. أصدقائي اتصل علي عبقري وكلفني مهمة. شو هي؟ هي إن أقوم من هون روح على التي سي تبعنا بالفارم. وين صار التي سي؟ كابسة مطر ما شاء الله الله يبعث الخير الله يبعث الخير. هاي عبقري نايم هو نايم عم بكلفني مهمات. قال لي فضي التي سي أول شيء. عم بسوي تي سي جديدة. لازم اخذ كل شيء من قلب التي سي فجر التي سي بس ما معي انا الموليتوف ما راح اتعلم فركبت عليه لهذا شو اسمه شو صار شوت جان تراب قتلني تبا تبا ليش قتلني الشوت جان تراب اذا انا عم بقتل التي سي تبعيتنا جب برجع بقتلني برد الشوت جان تراب فزعني يخرب بيت شيطانه العبقري ليش ما حكيت لي انه الشوت جان تراب بيضربني حلو هي جستي حلو 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 اعطيني بس التي سي بس بدي اخذ التي سي وارزن الفريره لتحت
نفذ المهمة اللي أعطانيها عبقري، واللي بتتمثل بإني حط التي سي تحت كنوع من أنواع الفخاخ. أضغط التي سي. لكم حطيت التي سي أصدقائي. هبل هبل حطت التي سي. صيفا مش شات جن تراب ما يضربني او متورت للسوء اللي هنيك. طلعنا بهون، ما اعرف شات جن تراب اللي هون بيرجع يضربني مرة تانية. مش كماني متحمل، والله ماني متحمل يضربني. خلينا نرجع نشوفه بدي يضربنا ولا لا. بسم الله بسم الله بسم الله. 1 2 3. تمام، ما عاد يضربني الحمد لله. صار في تي سي. عبقري حبيبي خليك نايم هون، انا راح انزل نام بتختي جنب عمي بي جنب جستي القديمه. ها على التخت. تصبحوا على خير اصدقائي، نفذنا المهمه بنجاح والحمد لله. Don't shoot us and we will don't shoot you. لك هذا انا قتل كثير. ثواني لك لك يا حبيبي. الله يشقونا. لك يا حبيبي ده اخذونا المزرعه، انت اعطيتنا المزرعه بايدك، ما بصير هذا الحكي. ثانك يو ثانك يو. لك يا عبقري يا حبيبي، انت اعطيتنا المزرعه، فاتوا عملوا اوثرايز على التي سي تبعنا. ناو 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 وي ويل جيت مور هورس تو اور فارم اند وي ويل ميك سكراب. اف يو وونت سكراب اور هورسز وي كان جيف يو. اوكي كم 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 سي ات. ترارارا أصدقائي أنا هون، نظامي جبت العيد، أكيد تابعته من منظور مستر عبقري شو اللي صار، وراح فرجيكم هلا من منظوري شو اللي صار. أوه 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 وات 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 هابن. شتغن تراب طعني. ما تفضحنا ما تفضحنا ما تفضحنا، يستر عليك ما تفضحنا. آه إتس 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 هيانا التي سي فوق. نعم إتس أور فريندز، وي آر وي آر ثري بلايرز. He don't make authorize in our TC, just no problem. It's far for clothes or vegetables. Oh 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 oh. It's our friends. We are three players. We don't make authorize in our TC. Just no problem. Okay. Guys, we are friendly. We will don't shoot you. You don't shoot us. We will play in here like a team. Okay. Zamasura, هاي مسورة. Zamasura is مكسورة. يا سلام. شو؟ ذكرتني بقبرك على الإنجليزي ها. اوكي 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 ثانك يو ثانك يو باي باي. يا شباب الله يستر الله يستر. رجعوا 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 على العتون. الله يستر. يعني انزل انا انزل قبل ما اجيب العيد اكثر. انزل فضحت يا زلمه فضحت فضحت. صارت لفت يمين شمال طلع برا. فكروا والله العظيم فكروا كمين، والله فكروا كمين، لانه تسكر باب المزرعه معلم وصار شت جن تراب. قال لك حبسنا هذا. شلون على شيطانك يا شيخ. طيب شباب، طب بس الحين مبدئيا وين التي سي؟ وين حاطط التي سي؟ اخذنا اخذنا الامام منهم، بس ممكن يقتلونا باي لحظه، يعني ما في شيء بيمنعهم. تمام تماما. ايه باي لحظه ممكن يقتلونا. لا يا اخي اخلاقهم عاليه، اخلاقهم عاليه يا شباب، اخلاقهم عاليه. لا 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 انا بدي اذا بده يريدوه اخي راح يدخلوا يشوفوا التي سي يريدوه يطلعوا، بس ما راح يطلعوا الابراج انا متاكد. ولوتنا كله بالابراج يا شباب نحن حاطينه، فنوعا ما احنا بسيفتي. اخي شو بقولوا لك؟ ان راست نو تراست. لك عاش الحكم يا بي، ولك عاش الحكم يا معلم. لك شو هالذهب اللي عم يطلع من تمك يا معلم؟ ان راست نو تراست. يا عندهم طيارات. كان عم يريدوا كمان. سمع انا من شوي شفتهم طاروا، سمعت صوت روكيتات، رجعوا
حطوا اللوت مع المريد وباس ورجعوا. يا اخي كل هدول يا زلمه. طيب شو الالعاب هاي؟ شوفوا عم اقول لك يا اخي انت ما شفتها هاي مستعد. طيب هي هو العبقري. اسمع هي مثل الالعاب اللي انت كنت تساويها بسلاستك القديمه. لعبتي قد مرتين بس اوكي كبيره. لا يعني اكبر منها بس كبيره اكبر بكثير. طب خلاص لا تصفنوا كثير في البيت هلا بحسبونا عم نشيك. اي والله صحيح. تعال 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 نخطط جوا. تعال ولي عليكم تعال تغلي هالضوء. شو يا سلام شباب. شوفوا نحن نزل نزل لازم هلا نظبط شوي امور المزرعه. تمام بعد ما نظبط امور المزرعه ضروري نستناهم دول الجماعه. يا اما رح نريدهم اوف لاين. لا حول ولا قوه عليك بي ام. خلينا نركز. معلش جيكو ابره. لا جاكيت حالي ابره. لا خلص سيبه يا زلمه. كنت جيكو ابره له. شباب ركزوا يستر عليكم. ما بنقدر معنا فرط نشاط. ما بنقدر يا الله. ايه خلاص اتركوا يا اخي. المهم لازم نحن يا جماعه هلا لازم نحن هلا نظبط مزرعتنا. نمدد لها كهرباء. اهم شيء ما تنقطع الكهرباء عنا ابدا. تمام ممكن كينج يروح يساوي ماكينات فرز اللوت. تمام وضروري هدول الجماعه نريدهم. طبعا نحن فينا نسرقهم بسهوله. ليش؟ لانه عندنا 60 سي 4 انا دافنها بالجبل. تخيل صوت طياره. صوت طياره يعني شايفين صوت طياره. لك ايه يا اخي هن عم يطلعوا بينزلوا. هدول شي نشيطين. هلا هدول الجماعه نتركهم يجمعوا لنا لوت. تمام هن مبالوا لنا فارمريه وحبابين ومدري شو. نتركهم يجمعوا لنا لوت. يريدوا قلاع والله. انا يسرقوا قلاع ويجيبوا لنا لوت. يحطوا لنا اللوت هذا بقلعته ينجموهم جنبنا. ايه وبليله ما في ضوء امر شباب بنساوي عمليه اسمها مخلب النمر. شو اسمها؟ مخلب النمر. يعني بسرعه نفوت نسرق مخلب النمر معلم. ماشي منفوت بنسرق لهم الاشياء اللي عنده كلياتها مثل مخلب النمر. نشفط ونطلع شباب. موافق. هذا هيك صح؟ هذا مشان نطلع عليه؟ صحيح صحيح. شفت شلون معلم بس طور اثنين هدول. طور هدول طور هدول طور هدول. هلا هلا بطوروا اخر شيء تطويره واحده الكل. يا زلمه بس مو حاجه نرتفع هيك؟ حاجه ولا كمان نرتفع؟ طور طور ارتفع ارتفع طلع بدنا اياها تولد 100 يا زلمه. والله صارت انا بخاف المرتفعات عندي فوبيا. واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة خلص حاج سابع منية سبع طوابق يا زلمة. لا لا أكثر. الله يوفق حاج. أنا بتزاع. أنا بخاف المرتفعات. يا زلمة إذا برجنا 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 ثمانية يا زلمة طلع أنت عشرة طلع عشر طوابق. آه صح نحن أصلا البيس واطي. هو البيس عم يبني عليها واطي. إيه طلع حتى 15 يا زلمة. شو 10؟ قلت لي إذا طلعت لفوق اللعبة ما بتخليني أطلع أكثر من هيك. خليك هلا بتخليك تطلع. أنت عم تبني على بيس أصلا هي مربع واحد. لو أنت عم تبني على بيس ست طوابق سبع طوابق أقول لك أوكي. شباب شايفين هذا الفهمان كينج طلع شو عم يعمل؟ بده يحط لنا الطاحونتين فوق هي المزرعة الصغيرة. والله يولد لنا كهرباء للمزرعة الصغيرة والمزرعة الكبيرة. وبدنا نركب كاميرا التجسس تجسس على هي القلعة مشان نعرف شو عم يصير جوا. والله شكله عم يعمل شغل فخم ليك. يعني انا برأي حاجة اذا بدك هلا حط الطاحونة. ماني مسترجي اطلع لتحت. طول بالك ماني مسترجي اطلع لتحت. انا راح وقف هون. وقف هون استقامتك. الله يوفقك استقاني. الله يوفقك. ديك شو بتعكس شوي شوي. اقسم بالله خايف اشيلكم من المزح. ايدي عرقانات بطريقة ما بتتخيلوها يا شباب. ربي لك الحمد وصلت. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. اسمع بدك حط الطاحونه بس بوست لعنا مشان توصل الكهرباء. طول بالك اقسم قوم اعلاني. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يعني بدك توقف هون. طلع طلع بدك توقف هون هيك هيك. بدك توقف هون تحط الطاحونه هيك. بدك توقف مثلي. هلا اذا وقعت شو بصير؟ مشان فيش الكهرباء تبعيتها. هي هيك صح؟ بتصير معلم بتصير كباب. اوه كشفنا الروف. ايوه لك ليش كل شيء قربت لها من هنيك؟ انت قلت لي لك كنت حطها بالنص. تعال تفرج. روح تفرج شو عملت. روح. طب ارجع شيلها. ما بتنشال خالصه معلم. بس نزل طور حيطان بسرعه. ما حدا اذا ما حدا بيقوس لك عليهم تقويستين. لك ما معي هاي. طور هون حجر. ما معي حجر. ما معي حجر. ما حجر. معي هاد. بصير هاد. لك ما تطور حديد. شباب حديد شان تصير مقاومه. لك تنزل جيب لوت. انزل بدي اخذ كابل من هون. ما عاد يطلع لاني بخاف من الطلعه. هي طلع مره واحده معلم. طب اسمع اتركه اخي اتركه يظبط لحاله نشوف. طيب طيب بس هلا اذا تطقوا له معلم الخشبات التحت راح تطاحونه. ايه طور انت كل ما تطور طابق طوره حجر فورا يا امي. الله ما بعرف انزل. قد
دي ام اروح لك اروح انشغل اكسفاتور ونجيب اي حاجه. وعد وعد يا ربي دخيلك على الوقعه ما ابشعه. وعد ورجعت قعدت قوم اعلاها اصدقائي لك وحياه لوش اللي عملته بربي اني اسطوري. اه شليت والله شليت من الرعب يا شباب. اذا وقعت او صار لي شيء الاولاد امانه برابطكم. ها ماشي انا قبل الليل عم بشتغل على دمي عم بشتغل مشانكم. ايه صوت هذا عمك ابو سانتا كلوز تبع بابا نويل؟ شوفه كون طاير شوفه شوفه ما عم يطير. لا وينه؟ ايه والله ليكو ليكو اصدقائي ليكو احلى. تعال حجي حجي تعال. طبعا اصدقائي كتمت صوتي عن الشباب مشان ما يسمعوني انه هون عم طور انا بالحديد. مليت من روح جبت الحجر فصرت طور حديد ما راح اقول لهم. طبعا اهلا وسهلا يا عبقري. شوف علم هيك تحس ما في شيء تمام. طلع اول شيء تعال كبس هذا الزر قل له ترن اون. هاد طلع شو صار يا ضار 24 ساعه فينك تشغله 24 ساعه. الكهرباء ما انفصلت صح خالص اموره تمام معي. شو طاحونتين هوا طبعا طاحوني حاطط بس طاحون. تعال تعال شوف البطاريه قد الشاحنه. تعال اعطيني فيش كهرباء سيك شوف البطاريه. اوه عم تشحن عم تزيد حلو. شو عامل هون؟ شو بدك بلوشه هي؟ هلا شايف هدول يا خزانه هدول تبعوت المي شغالات 24 ساعه. هدول ما بيفصلوا حتى الا اذا فصلناهم بشكل يدوي مشان ياخذوا المي من انحابسات المي على الخزانات. هدول الاثنين هدول شو بدنا فيهم؟ هدول بيشتغلوا بيطفوا على كيفنا. تعال هلا كبوس وقف اول شيء هون هيك وقف هون اندرع هيك كبوس هي. يا سلام سلم هدول خليهم شغالات حتى تصير المساكب بقلبها معلم 8000. عم يفضوا عم يفضوا عم يفضوا الخزانات برا عم يفضوا كانه هدول ركبوا توريتات كاني سمعت صوت طلب توريت من عندهم ما بعرف سات نظر عليهم شما يعني يحسوك عم تطلع عليهم هدول. يا عبقري هلا شايف شلون المي فيها كثافه ملاحظ كيف يطلع معها رذاذ غير القوه. هلا بعد شوي بتلاقي خفت المي. ليش؟ انا ما بقعد في مي جوا بقلب هدول خزانات الزرق. ايوه فبس حتى في منهم بلشوا ينطفوا ما بقعد في مع يمكن معنوة. يمكن يمكن بهي هون هون طلع هون بهي الزوايا لازم تركب هون كمان بخاخات مي مشان هي كان هي المساكب اللي هون كاني ما عم يوصل مي كثير ترى مو ما عم يوصل مي هي مثلا 35 شوف هي بالزاويه هاي المي فيها 35 بينما هي اللي بالنص معلم المي فيها مثلا 3000 فلازم تركب هون مرشات طلع مرش هون ومرش هون ومرش هون ثلاث مرشات بدك. هلا انا شو اللي كنت ناوي اسوي؟ انت مركب المرشات تطلع وين على هذولي على شو اسمه ايه. هون ايه. على التقاطع انا كنت عم خطط تركبهم هون بالنص السقف نفسه يعني بصير فوقه تماما هيك بالنص فوق كل وحده كثير بعدين 1 2 3 4 16 16 مرش انت عامل 12 هلا كل اربعه كل اربعه بدهم مرش واحد بس انه ما بنحطه معي الا هيك حطيته هيك. هلا انت بس طلع طلع هلا انت مو عامل 12 وحده انا راح يزيد علي بس اربعه هيك بصير فوق كل وحده فيها مرش فعليا فعليا هون كل مسكب عم يغذي مرشين بينما هاد هدول اللي هون بس مرش واحد عم يغذيهم لذلك بطيء بس ركب مرشات ايه بس ركب مرش اثنين ثلاثه بتنحل القصه. شوف حتى شوف حتى الفرتلايزر تفرج على الفرتلايزر تفرج قديش مسمدهم كلهم سماد سماد مليون. يا سلام لكن النبتة فرحانة أمورها كلها تمام عندها مي وكهرباء. لا المي بس قليلة شوي بس تصير المي 100% حسب كل نبتة. لا أنت تطلع على النبتات التانيات مثلا الله هي ميتة هاي. لا مو ميتة هاي أنا هم شوي حصدتها بالغلط. كفو 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 ليك معي شوية فلوس رح أزرع لك يا ولا ما عندك مكان زارع كل مكان زارع كل شيء بس مع ذلك هلا هوني ثواني في يمكن لسه فينك تزرع كله مزروع يا كبير كفو عليك احسنت والله يعطيك الف عافيه الله يعافيك انا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اللي راح اسويه هو التالي نحن مو عندنا مزرعه وعندنا تبع الاسطبل تبع الاحصنه راح اسوي نحط هون بصندوق وينتقل لحاله الاكل ينتقل لهنيك وربيه السير يعني هو مو فرز بس نحن كل شيء بنحصله كل شيء بناخذه من الحصاد من هوني فورا بتكبهم بالصندوق بترجع بتكمل حصاد. هي الود اعمل لي ود واحد او اعمل لي اثنين بدنا نحط واحد هون وواحد هنيك أو بتعرف ممكن ساي هون اثنين وهنيك اثنين هنيك ثلاثة حتى. أصدقائي هاي أول صندوق هذا اللي بنحط بقلبه اللوت اللي بيطلع من المزرعة بدنا نحط طبعا صندوقين فلذلك رح نحط واحد هيك هون. خلص هون كل شيء بيطلع عنا لوت من زدته هون وبيروح. هلا نحط هدول بدي نتفضى فيهم مشان موضوع أطعام الأحصنة الحلوة. مو
ممكن نحطهم بالنص هذول هيك هون. صندوق هوني. الصندوق الثاني هيك هوني. حلوين هذول هيك حلوين. والصندوق الثالث هوني. هيك خالصين. مثلا هذا الادابتر بدنا على عدد الصناديق، بدنا على عدد 5. وبدنا من هاد السبليتر بدنا منه كم واحد بدنا نوزع؟ واحد اللي مؤقتا واحد حاج. بدنا هذا وينه هاد؟ هذا مثل اذا مضخه بدنا منه واحد بس، ممكن يؤدي وزياده حتى هلا بنشوف. وبدنا من هاد، عملنا منه هذا شيء؟ لا، بدنا واحد كمان. اول شغله هاد ادابتر نحطه فوق كل صندوق، نحط لنا واحد وحده هون وحده هون وحده هون. هذا الشفاط، مو شفاط، هذا يعني الشيء اللي بيعرف انه نحن بدنا ندخل شيء لقلبه او نطالع شيء من قلبه. هذا الادابتر يعني هو التحويل المحول. اي صندوق دائما كنت تركبه عليه. هاي واحد من هاد، واحد من هاد، هذول خلصنا. هلا شو بدنا نسوي؟ بس عم يكرفت. هذا السبليتر، لا هذا السبليتر ما هو راح نحطه، راح نحطه بهذيك المزرعة. والله بنحط على الارض، حلو، بس ما حلو نعجل الارض. ممكن نحطه اذا نجيب الكابلات من هنيك لهون، ممكن نحطه هون مثلا نوزعهم، او نحطه هيك هون هون. تريك حلو. هلا هذا المضخة اللي بدنا نجيب منه الاثنين هذوليك ونرجع نضخهم لهون. طيب نحط واحد هون، والله يمكن هذا بدنا منه اثنين، خلينا نجرب. بدنا مفتاح الرنش، وهي واحد مفتاح رنش. سيدي هلا خلينا نوصل هدول بالاول، نوصل هدول الثلاثه. لازم نوصل تبعيتهم الانبوت تبعيتهم، هذا الاوت، لا الان. ناخذ الان تبعيتهم بننزله لهون لهون، بنجيبه هيك لهون، نرفعه لفوق، بندخله بقلب هاي. حلو، هاي اول بطاريه. الثانيه فينا نسوي لها يمكن ثرو، صح ولا ما فينا؟ الافضل ما نسوي من الثرو. سي كمان هي الان تبعيتها بدل ما يكون. هذا الصندوق الثالث، اعطينا الان تبعيته. هي هلا هي بتوزع هيك لهدول الثلاثه، هيك امورنا تمام. هلا هي من انت تاخذ اصلا الانبوت تبعيتها؟ تاخذها من هاي سبليتر، مو سبليتر عفوا، من هي شو اسمها، بدها تاخذها من هاي مثل اللي زلمه ضخه تبعيت المواد. هلا هذا الاوتبوت طالع منه، لازم يدخل للبين. هلا هذا لازم نجيب له الان تبعيته من هذوليك الصناديق. يلا بينا. طيب هون كمان بدنا اللي بيجمع. حلو، خلينا نسوي بيجمع معناته. اعتقد جبت منه وينه 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 وين هذا هو. شوفوا اصدقائي، هاد مثلا الاوت تبعيته بيجي لهون، وهاد كمان الاوت كمان اوت لهون، خالصين. هلا المفترض اشتغلت الآلية تبعيت الآلية يا شباب، تعالوا نجربها. هذا ما له شغال، بدنا نعمله شغلنا. طب يا شباب حدا يجرب يعمل له شيء شغله، يحط له هنيك ويشوف عشان بدها تنتقل ولا لا. تعالوا اصدقائي نجرب. شوفوا مثلا نحط هاي مثلا، هم تغير انشفطيت. يلا انشفطي روحي، شفطت. شفتوا شلون راحت انشفطيت؟ وين عم تمشي هلا؟ كل هذيك النظاره عم تمشي بها الانابيب. يا امت الله لو عم نضرب حشيش ما كنا استوعبنا هذا الموضوع. قال هيك نزلت هون بقلب الانابيب الصغيره هاي، طلعت دخلت بقلب هاي الفرازه، قالت للفرازه يلا روحي. وزعتها على السبليتر بقى اشوفه، يا وصلت لهون، لا مو لهون، معناتها يمكن على بعدها. وصلت على هاد كمان، مو على هاد، معناها 100% على هاد. شفتوها وصلت لهون. عبقري تعال زبطت لك شغله راح تدعي لي عليها. هذول المحصول بدنا نلمه من هون مشان ما ننقله لهونيك، بس بتشيل بتزت بالبلز الصندوقين. زدت لك شي شغله من اللوت تبعيتك. حطيت الفيول تمام، شوفوا لساته موجود الفيول ولا بده بعد شوي يعمل شو صار له؟ انشفط. امشي لك امشي لك شوف وين تلاقي. طبعا بالعاده نحن رح نحط المحصول تبعيتنا. طيب طيب روح
عادي حط مروحه تبعيت الطاحونه بتنشفط بهذا الانبوب عادي. تعال شو عامل هون؟ شوف هون، شوف شوف شوف، هاي جزء منه شايف بيجوا لهون عدد ثلاث انابيب بيجوا لك. لا شو هيك مشان جيب لك تخبيص لك انا جايك بالحكي يا عبقري. طلع لي يا حبيبي اوه شو هاللبسه اللي لابسه لك سما والله حلوه. المهم بنجيب بنجيب هدول الشغلات لهون، هدول اكل الاحصنه حصرا مشان نصير ناخذ ونعبي فورا اكل الاحصنه ما نروح نفتل بعيد. شايف يا اخي مد لهنيك مد لهنيك مد، انا عامل هنيك منظم هيك انت حطيتها بالنص. لا لا انا عامل لك مشان شو؟ طب المتابعين هن راح يقرروا اذا شغلي صح ولا لا، راح ياخذوا من هون معلم الاكل تيجي تحط فورا هون للاحصنه فورا. لا يا اخي منظر ضبط منظر المزرعه دقيقة. طب ثواني ثواني تعال اسوي لك معناته واحد. انا هنيك حاطط صناديق هنيك ليكون هدول هدول لك. لا يا اخي هذا بنتركه هذا بنتركه بس لوت الفرتلايزر. لك لا يا بس اسمع هيك صناديق بنص المزرعه ابدا منظره مو صحي ابدا ابدا. طب بالعكس والله حلوه شتي من فوق الدنيا. شو بدك تشتي شتي من فوق روث لانه بنحط فوق كمان احصنه. تعال لك شغله شيل لي هالصناديق بس من هون يستر عليك شيلهم شيلهم. لك لا لا بالله عليك ما بدي شيلهم. ليش بدي شيلهم؟ لا 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 منظره ما حلو يا اخي بنص المزرعه هيك قاعدين بتخازو. لك ليش بتحط لك هناك اربع صناديق؟ حط فوق اربعه، حط اذا بدك بالطابق الثاني اربعه هون فرد ما بدك صناديق. لك انا بس مشان انا بس مشان نكون عملي بس مشان ناخذ بسرعه ونجيب والله بس هي الفكره. بس اللي بده يطعم الاحصنه بياخذ فول انفنتوري من هون يا اخي بيمشي هالمترين زياده. اصلا بدك تمشي هيك اجباري بكره مع الاحصنه هيك تمشي هيك طلع هيك تمشي هيك تطب من واحد لواحد هيك وانت عم تطعميهم. ما شاء الله عنا ما فيك تدخل بين الاحصنه ما فيك تدخل بتقلش شيلوا نحطهم هون يا اخي اذا ما بيمد معك في في اداه بتمد يمكن. لا لا بتمد يا اخي بتمد خلوني مدوا هذا الصندوق. شلون بدنا نشيل الصندوق؟ بينشال ما عاد ينشال الصندوق بلا بينشال بس فضيه اول شيء فضيهم فضي فضي الصناديق انت انا ما عاد اقدر شيل فضي الصناديق فضيهم وروح حطهم هنيك او خلص بلاهم اذا هيك شيلوا انت انا ما معي اداه اللي بتشيل هي المطرقه اليوم لازم المزرعة تعيش بعصر الأسطوري اليوم العصر الذهبي. طب ثواني وين بدك أكل الأحصنة يجي المحصول يعني يجي من هناك لوين بدك يجي؟ هون يا أخي على الصناديق اللي هون على الصناديق اللي هون يا أخي. أنا هو صندوق الأكل بدنا نساوي بس للأكل يكون أنا هو هاد هاد وهاد هاد اثنين هدول اثنين تمام. أقول لك أسهل لك هدول أول اثنين قدامهم في اثنين فاضيات أصلا إذا عندنا تو صندوق اثنين فل صناديق أكل يعني هذا الشيء ممتاز بلو أكثر ممتاز. طيب اشتري احسن طيب هاي اللوشه بي ام معي يا الله ناخذ الان سواء ننزل على الارض عشان ما يطلع شكله بشيع او بتعرف عشان ما مدت اثنين راح ساوي رد شو اسمه راح ساوي هذا التطويله حطه موزع حطه موزع يعني تكرم عينك خط لهون تكرم عينك خلي الخط يطالع ثلاث صناديق يا اخي تكرم عينك يا اخي تكرم عينك خلاص ما بصير غير بدي يا عبقري يا افندي. لك لا يا اخي ما هيك بس مشان الشكل الفني يا اخي ما بالنهاية نحن لعبة تشاركية أخي كل وقت كلها زعماء وكلاتنا جنود. إيش الإدارة يا عبقري؟ والله يعني حطينا معلم حطينا قائد معلم بلش يتكبر علينا الله وكيله ما عاد حطوا قائد السيرفر الجاي ما راح حط قائد خيو. ما بصير ما يكون في قائد لازم شان هو عمل لك ما راح نحطك أنت قائد بس ما راح يكون في قائد راح يكون في قائد مين راح يكون القائد؟ أنا شو شغلتي؟ عبقري زعجني بعد ما قعدنا شغلنا بهذول رأى والله غيرهم غيرهم لك يا أخي مكانهم غلط شاف شافهم بي ام بالله؟ ما شافهم ما بعرف شافهم ولا لا خلاص اصدقاء هلا هيك زبطي بعد ما عبقري افندي ما رضي انه يكونوا صناديق بالنص رجعنا حولنا الصناديق وسويناهم هذول الصندوقين الاساسيات شايفين صاروا هذا الصندوق وهذاك الصندوق. اي طب هذول الصناديق اصلا مليانات يا زلمه بدي بالصندوقين قدام وفي على الطرف الثاني صندوقين بديهم خالصين يعني بهالبساطه زرع المزرعه صح؟ ايه زرعتها مشغل مي امور كلها تمام مسمدينا مسمدينا والله ما بعت انا كنت مسمد امبارح سمدت بالالاف معلم انا امبارح بي ام تعال قفرني بي ام ترى انا جاي حاطط كثير سماد انت حاطط مربع واحد الف سماد يا زلمه ما في داعي خليهم مشان الاخر السيرفر ده في سماد معلم دائما اي وقت بتنزل ثواني ثواني كنت بدي ساي برا خزان مي اضافي والله
مشان ما ينقطع المي عندنا ابدا ابدا ابدا. تم شغال يا عم ينقطع؟ لا ما عم ينقطع، لا المفترض ما عم تنقطع. شوفها بالله، شوفها عبقري، شوفها في مي ولا ما في مي. سوي بدي سايله هون كبسات اريا للشباب عشان تفتح الباب كله. نروح لبنية وين؟ لا ما تسعي كبسات اريا، اشتغل لك شغله ثانيه. شو اللي طيب شو وكلونا يا شباب بالشغل. هلا الكهرباء امور تمام. شوف شوف عبقر وينك وينك تعال بي ام بي ام بي ام بي ام تعال ثواني خلي يسجل بده يسجل. ما هو انا بدي اياه بدي اياه يسجل لمتابعينه. ثواني معلم بي ام شغل شغل اول شيء لك بدك تشغل هذا السويتش وهذاك السويتش تمام. اين السويتش هاد؟ ايه هذا السويتش وهذا السويتش، واحد للاضاءه واحد للكهرباء. طيب يا شباب انا كنت نايم هون وهلا استيقظت او فقت يا ابن الحلال في حدا بينام بالارض ما اخذك برد؟ فشفت كينج ملك الألعاب شاغل شغل كتير أسطوري بالمزرعة، طلعوا يا شباب مركب مضخات مي ومسمد التربة وزارعنا يقطين وكلوث وأكلات طيبة. طبعا هاي الأكلات لألنا وللأحصنة. في هون سويتشين إذا شغلتهم شو بيصير؟ ليك طلع شو صار لما شغلت ذاك سويتش يا حلو فرج. لقت عندي أنا قلت لحليش أنا قلت لحليش صفن مع شو اسمه مع مع السويتش عجبه. ثواني شوي يا زلمه عبقري انت جيت انت ولا حصني الله يسامحك. لو معي مفتاح رنش اضرب والله معي هذا اضربه فيه. سويتش للاضويه ايوه نايس والله. ايه هذا سويتش الثاني. اه مضخات. لا يا معلم شيلك شيء يا سلام. بس المي صفر. ايه صفر لانك هلا انت شغلته كان كان مطفي. اه اوكي معناتها خلوها شغاله هاي. بدها تم شغاله طبعا تركب حتى برا خزان جديد صار فيها القلعه. اه صحيح هي القلعه شو صار فيها؟ صحيح اصدقائي طلعوا عبقري ما نملون على ضيم هذول الاوباش تركهم ليناموا وراح لهم ريده هاي القلعه صفر خالصه. لسه الاضويه شغاله لانه الاضويه مربوطه بالكهرباء. والله انك وحش يا عبقري والله انك وحش. طبعا وحش وغدار والله انك غدار يا عبقري. طبعا بالاتفاق معانا عمل عمليه عمل عمليه نوعيه. تذكروا اصدقائي امبارح طلع لنا النيكد وحبابين وهيك قعدنا هون قالوا وخليناهم يدخلوا على المزرعه لهون ياخذوا بدهم يام الاكل وفوتناه لهنيك وخليناهم يعملوا اوثرايز على شو اسمه على على التي سي تبعنا عشان ما يضربون شات جان تراب والتوريتات اللي عنا. عبقري نيمون بالليل راح لهم. خالص معلم صفرهم صفرهم خالصين. طيب عبقري انا هلا بدك يعني انت مفتوح الباب هيك ما في شيء خالص. احصن بدنا احصن لازم نلعب على المزرعه صح. مزرعتنا يا شيخ اوعى لك في حدا ضربني هذا التورت يمكن ادخل. المهم اصدقائي يعني شو بدكم بالتورت اللي ضربني بس انه شغله كبيره صارت لنا يعني. هذا عبقري بيتم يخجلنا قدام المتابعين طالعني نوب يلعن وبرك عبقري انا فرجي بيتم يخجلني قدام المتابعين. تورت تورت راح يطفي هلا نص ساعه بيطفي خالص. لا يا زلمه ما بده عبقري اصلا مبين يا زلمه ما انا بدي احط خزان مي هون لاني انا بقتنع انه خزانات مي لازم تكون دائما على السطح. ايوه هون وبدي اجيب له من هدول مي. خلونا نشوف سيك سوق احسن مسك ما في غير الحنفيه ركاب عليه وطالع له برا. اوه والله عم ينقص والله برامي. والله هذوليك الخزانات العاديه عم تاخذ منه بس ليكو لسه بساعه كثير. فرجيني هاد والله هذا كل هذا لازم ناخذ منه معناته واحد اضافي. طب خلينا نشوف معنا تطويرة مي خلينا نسوي لنا تطويرة سريعة. ينجح حزر شو تساوي؟ ساوي اكالات الاحصنة فوق عندنا كثير كل اكالات. هذيك النهار سوينا كثير يا زلمة سوينا كثير لك الطوابق كلها الطوابق كلها ساوي الطوابق كلها من الملك للطوابق احنا. طب بي ام امسك انت هذا السكراب او خذهم اذا بدك خذهم على المزرعة لهذولي تعال اشحطهم لك هي واحد كمان. انتظرنا شوي معلم بس عم نظبط موضوع تطويلات المي تقصيرات. طيب بدنا نركب هاي هون هيك على السطح مشان ما حدا يسرق لنا اياها. احطها هيك هون ترك. اوكي يا شباب وهلا انا ومستر عبقري عم نعمل التعبئه الاخيره للمزرعه الاسطوريه تبعيتنا. هي التعبئه الاخيره صح؟ ايه التعبئه الاخيره هي خلص رح تفلل هلا. اخذناه من هون وهذا الثاني بدنا ننزله لهون. ها؟ هي رح ياخذ مي من هون. هذا المي اللي كانت عم تجي لعند هادنا ناخذها لفوق. هودي عرفت انه هي يا معلم. والله لنكيف. انا ليش هيك بخبص الدنيا؟ انا ليش هيك بخبص الدنيا؟ هو واحد من هدول هلا هذا فايته مي المشكله وهذا فايته مي. ها ليكو 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 هاد. هيك اصدقائي الامور كلها راح تكون تمام باذن الله. هيك لفوق. هيك لعند هاد.
لهون ترك خالص. هلا هاد ثواني بس حطنا شي شغل نأشر فيها. مفتاح الرنش. هذا الخزان، شايفين هذا الخزان عم يفوت من خلال ميتور لجوا ويرد يطلع لوين؟ على هاي التحويلة. هاي التحويلة هاي عم تطالع المي لهذا الخزان وللخزان هذا اللي تحت. هلا ذاك الخزان اوكي عم يروح لجوا، بدنا ناخذ لسه هذا الخزان لجوا كمان. عطنا مي معلم، جيب لي اياها المي لهون. ما بعرف شو انبوب المي بيتمدد من خلال السقف، عادي بتصير. بدنا نجيبه لهون، شايفينه هذا لهون هيك هيك. هلا صار في عندنا ثلاث مصادر للمي يا الهي. حلو، هلا هي رح نشفط الشفط لهذولي. نظامي رح نشفط شفط نظامي، حتى ممكن نساوي كل ثلاث خزانات لواحد. وهذا والله انه مليان 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 مثل العاده، وهذا كمان مليان. والله ممكن نساوي كل ثلاث خزانات لواحد. عمل لي هيك تصفيته خزانات فوق يا بعد العين، والله بتطلع شغله. لنشوف اصدقائي اذا استمرت السلسله وطولناها، بدي ارجع كمان ارجع اطور عليهم وساويهم ثلاث خزانات. شو اسمه لكل مجمع مطار سايروا ثلاث خزانات. تفضل يا مستر كينج. شو معلم؟ كينج روح حط النكات الاحصين وصفهم. اوكي لسه ما حصدنا المحصول، طول بالك. يا كينج، عبي مربعات المي بالقالونه، رشهم المي، لانه اذا بدك تستنى الرشاشات ما يعني طولوا ما بتعبوا فورا. ساوي سطل، ساوي سطل، كب السطل او قالونه. يلا رح كرفت لي سطل وظبط الموضوع. صار اصدقائي نقل شوي مي يدويه مشان هذا الموضوع، لانه ما عم يلحقوا الرشاشات. الرشاشات لازم يشتغلوا 24 ساعه لحتى يلحقوا بشكل مناسب، غير هيك سلامتكم بطيئات كثير. جاي لهون كرفه سطل ها او دلو. شو نلعب بهلا السطل هذا يا معلم؟ ليك بنوقف جنب الخزان هذا، نكبس يمينية بنعبي. حلو، كبسة طويلة بيعبي أسرع كأنه. حلو حلو والله، والله حلو. بدنا نقول بشكل يدوي 2000 وراء 2000. ثواني، كان فيه هيك مثل إذا قالوني عرفتوها بتعبي أكثر من 2000، بتعبي يمكن 5000. شوفوا هذا مثلا أصدقائي، الوتر اللي بقلبه 30، كب عليهم على روح. صار 52. أوه لعما هذا السطل شغلة كبيرة ولو؟ يا الله المرشات ما عم يشتغلوا، هذول شكلهم فوق فضيوا. يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فضيت البراميل الكبيرة؟ كأنه فضي لا مو الكبار، الصغار. 20,000 فضي؟ 20,000 فضي؟ مو الكبار، مو حابسات المطر حبيبي، هذول اسمهم حابسات المطر. البراميل الصغير، الحابسات 50,000، البراميل 20,000. ايه هذا كله والله بقلبه. ثواني هذا قلبه 20 تمام، وين الثاني يمكن بقلبه؟ الحابسات ملانات هلا شيكت عليهم. حابسات مليانات بعرف. وهاد هذا البراميل لا هذا البرميل معلم ليك بقلبه بس 2000. 2000 ممتازين يا زلمه، شغلهم ما تطفيهم. ما عم بطفيهم بس ثواني، وين عم تروح لك الهي يا سما؟ وين عم يروح اللوشه؟ طلع لفوق نشوف. يا انا عرفت هون ليش ما عم تطلع المي، هي الوصله على الارض صايره وهذا الخزان فوق، فلازم ندفع لفوق. يا الله قديش اللعبه دقيقه. هي القلعه اللي هون نحرق خصوصا. ايه في حدا ضربني. غدرك متل؟ ايه غدرني. لك مشكله، ترك المزرعه جاي مفتوحه. جاي جي تعو. هرب. يا حرام، تعال شغلني. عبقري. دي بس شوفوا هون. الدار الوبش. شلتني انت كان شو، انا رجعت لحالي. لك ما شلتك يا اخي، بتشوف وين راح بس. هرب يا زلمه. شو هاللعبه هي؟ ما اوبشوا. شايف شو استفاد هلا بالله؟ اكيد هرب على الغابه. ما بعرف شو استفاد. هيك غدر ابشعوا يا زلمه، والله عيب عليه. قري تعال فرش، شوف العصين لون. شوف الصاف لك يا هون. شباب يا شباب، حاجه تجيبوا احصنه مشان الله، حاجه تجيبوا احصنه. لكم يبقى نشتري احصنه يا شباب. يا الله شو عم يصير؟ تقعد صار صافين احصنه، مين بده يركب كل الاحصنه؟
صف 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 بيام لك صفيت كل شيء يا زلمة دبحته أنا بصف صف فيه روح ساي معك أكالات روح ساي أكالات روح ساي أكالات روح يا الله ليك هذا شلون صف الحصان عبقري عبقري تعال تعال عامل حالك عبقري بصف الحصان مو بسيك ركب هذا الحصان يلا ركب فرجيني فرجيني شو بدك تركبه صفيت 10 حصان حصان واحد ما عرفت تصف يلا خلونا نشوف اقنعه روح قول له اقنعه لي انا على فكره انا بجر معي شي 5 حصان لهون بعدين بصير بصفون اخي بدهم اكل اخي انا رايح على المزرعه نشوف الموضوع هنيك بدنا اكل اوه هذول خلصوا تعال تفرج على الزرع معلم قديش بعد حصان تعال تفرجك وصلوا للسقف تعال يا عبقري حبيبي تعال شوف بقى انه واحد جيناته كويسه هلا عملنا الحصاد اول شيء جماعي او لا مو حصاد ما فينا ناخذ تك كلون شوفوا اصدقاء هي مثلا فينا ناخذ عنا نسخه بس ما بدنا هاي ما بدنا بدنا شيء نسخه عن شيء واحد كويس ثواني ثواني عبقري ثواني بدي اخذ بذره كويسه عشان نصير نزرع بس البذره كويسه مو هلا مو هلا بتنقطف يا اخي ما طلع حطهم رشات مو تاع تفرج هدول شلون لساتهم صغار لك ما انت تركتني يا وقف اسحب عليك الاكي وقلت لك اخلص منك وينك تعال هون تعال هون يا اخي وينه هاد تعال هون بدي قلت لك تعال هون يخرب بيت شيطانه بدي جنني هاد ساوي المزارع ساوي المي صف الاحصنة اعمل هدول يا زلمه شو انا دبحتني يا زلمه مكرفت خلاص عم كرفت لسه روح اعمل اكالات اعمل احصنة اعمل اخ ما بقدر لا اله الا الله تع 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 عليك روح على الخزانات روح على الخزانات خد درة روح صاروا عندك يا اخي والله شغله انك تاخذ هوني وروح بشكل اوتوماتيكي لعندك الاكل شغله كويسه الله يعطيك العافيه يا ملك الالعاب والله عراسي والله عراسي ما حاب ما حاب يشكر ما حاب يشكرني ايه والله بس وصل اكل هلا هل بعت لك امدادات من عندي بتكيف مبدئيا بكل اكل حط 20 انا كل شيء بعت لك هون 40 طب بعت امدادات غذائيه اخي طول بالك على اساس المحصول عندنا كثير وفير ما كثير هو والله وفير نوعا ما والله العظيم لو المي شغاله 24 ساعه لين نتفرج كان دوبنا نلحق نبزر ونرجع نلم نبزر ونرجع نلم يلا طيروا روح حجي صاروا عندك طعمينا الاحصنه اهم شيء الاحصنه تاكل لازم اكلات الاحصنه يصيروا فل معلم يعني كل اكاله فل بقلب اكل One day later. الله صار شي نغم معلم شباب شوف 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 فرجونا يا شباب شو عم تساووا اوه والله حلوه والله العظيم حلوه لكن عم بظبط امور الاحسن معلم شاي عم والله حلوه عم نشجعهم على انتاج السماد ليك 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 الاضويه ما احلاها صارت لك صارت مدرج طيران يا شباب لك وي انا طياره وي ما عم نلحق روث يا الله شو هاد ما عم نلحق الا جبت اكل خلينا نحط له اكل انا كمان اروح انا ارحلت لكم شويه اكل من هني ما في شيء 11 بدك ترحلنا عشرينات خلص واحد بشيل عشرينات يا زلمه نظامي هدول احصن عباره عن معامل نظامي لموا شباب لموا كم بوكس فرتلايزر بدنا شيك على الاكل اللي فوق سيك بي ام دي انا معي اكل جاي من الاوت بوست تعال خوت واو 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 طلع عليكم اصدقائي تفرجوا على الاسطوره اللي صارت شوفوا هالتحفه الفنيه اقسم بالله حلوه واو لك والله عشتم يا شباب والله عشتم تعطف لك الاضواء اللي عندي هونك واو لك صار ديسكو يا عبقري يا عبقري صار ديسكو حبيبي يا عبقري شغل نشوف والله اصبحوا هالمره صارت مزرعه مضاءه بطريقه حلوه يا اصبح اصدقائي هذا كان كل شيء لحلقه اليوم بتمنى من كل قلبي ان نالت اعجابكم اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس لانه جايتكم متعه مو طبيعيه وتحياتي